انا شوف المايك بس عشان شوف المايك بس عشان بس. لا انت عموما ما كنتش اصلا. هنكمل بقى على المره اللي فاتت، خدنا امر الموف تمام، وقلنا في شويه ريستريكشن على الحاجات دي، ان انا لازم حجم الريجستر يبقى نفس حجم الريجستر، ما ينفعش يبقى مختلفين. تاني حاجه ما ينفعش ان انا اقلل اي حاجه اي سيجمنت، او معنى صح ما ينفعش سيجمنت يروح لسيجمنت. تاني حاجه ما ينفعش ان انا احط الداتا مباشره كدي الداتا تتحط في سيجمنت مباشره، لازم الاول تتحط في ريجستر وبعد كده انقل الريجستر ده للسيجمنت بتاعي. بعد كده قلنا ما ينفعش اصلا يبقى تو سيجمنت يبقى لهم نفس الداتا، لان اصلا السيجمنت ريجستر ده بيحدد منطقه السيجمنت في الميموري، فاكيد كل واحد له بدايه منطقه. بعد كده قلنا ان الكود سيجمنت بتاعي ده اصلا ما ينفعش ان هو يبقى له داتا، لان ده اصلا بتاع الكود نفسه، ده اللي بيحدد الانستراكشر نفسها اصلا بتتحدد فين. بعد كده تعالى نبدا ناخد مثلا مثال، لو انا عايز مثلا احط اي داتا مثلا 1400 مثلا، اي داتا 1400 هيكسا ديسمال عايز احطها مثلا في منطقه الداتا سيجمنت. يعني عايز اخلي الداتا سيجمنت اللي هي بدايه منطقه الداتا، اللي بيحدد بدايه منطقه الداتا بتاعتي هو ريجستر اسمه الداتا سيجمنت، هو اللي بيحدد بدايه منطقه الداتا بتاعتي في الداتا سيجمنت. فانا عايز احدد بدايه منطقه الداتا يبقى هي 1400، ان انا بقول له بدايه المنطقه بتاعت الداتا سيجمنت بتاعتي هيبقى 1400 هكسا ديسمال. طبعا هي مش 1400 هكسا ديسمال، هي بزود صفر عشان اجيب الفيزيكال بتاعها. طيب عشان اعمل القصه دي فما ينفعش ان انت تقول لي كده بالسهوله كده تقول لي موف الداتا سيجمنت وتقول لي 1400. يعني انت بتقول لي انقل الداتا دي وتحطها في الداتا سيجمنت، ده غلط ما ينفعش. اي سيجمنت عندك ريجستر ما ينفعش احط فيه داتا مباشره. ممنوع، مفيش، ما بيتقبلش. امال اعمل ايه؟ لازم تاخد ال 1400 دي تحطها في اي ريجستر تاني، وبعد كده تاخد الريجستر دي تحطه في مين؟ في الريجستر سيجمنت بتاعك. وصل كده؟ اللي هو السيجمنت ريجستر بتاعك. وبالتالي لازم ال 1400 ده يبقى اروح اقول له موف ال 1400 ده احطه وليكن في الاي اكس، اي ريجستر من الحاجات اللي هي بتشتغل جنرال، اي اكس، بي اكس، تي اكس، الحاجات اللي هي بتشتغل جنرال دي. يبقى اقول له حط لي ال 1400 دي في الاي اكس اهو، صح كده؟ وبعد كده اقول له موف الاي اكس وحطها لي فين؟ في الداتا سيجمنت. يبقى حط لي الاي اكس في الداتا سيجمنت بعد كده، حط دي في الريجستر ده، ده في الريجستر ده. يبقى نقل اي بيانات لاي سيجمنت في الريجستر لازم يبقى عن طريق الريجستر. ما ينفعش تحط الداتا مباشره فيه. يبقى دي كده خدوا بالكم منها. طيب. يبقى دي التعامل مع الداتا بتاعت السيجمنت بتاعتي. انا ممكن بقى بعد كده الاوامر اللي احنا قلنا ان احنا نعمل موفمنت من ريجستر لريجستر المره اللي فاتت، ومن ميموري لريجستر، والعكس من ريجستر لميموري، وبعد كده زودنا بالميديت. النهارده بقى هنزود كمان شويه حاجات. نزود ان احنا لو هنتعامل مع حاجه اسمها البيز بلس انتكس. ادرس. يعني الادرس بتاعي هو عباره عن بيز واندكس مع بعض. اندكس اللي هو الديستنيشن اندكس والسورس اندكس، هما دول بتوع الاندكس بتوعي. والبيز اللي هو زي البي اكس مثلا او زي البي دي مثلا اللي هو البيز بوينتر بتاعي، يبقى دي بنسميها بيز واندكس، يعني تو ريجستر هيتجمعوا على بعض عشان يطلع الادرس اصلا. هو ده معنى الكلام، ان الادرس مش جاي بقوه معينه او مش موجود في ريجستر واحد. يعني مثلا مثال لو انا هعمل كده اقول لك ده موف مثلا، واقول لك ده بي اكس الكلام ده بلس اهو، اي اندكس زي الديستنيشن اندكس بتاعك بالشكل ده كده، واقول لك الاي اكس. يعني روح هات الداتا اللي موجوده في الاي اكس، روح حطها دي مين؟ ميموري، صح كده؟ حطها في ميموري. طب الميموري ده فين اللوكيشن بتاعه؟ اللوكيشن بتاع الميموري هو عباره عن هات القيمه اللي موجوده في البي اكس اجمعها على القيمه اللي موجوده في الدي اي اللي هو الديستنيشن اندكس بتاعتك، بعد ما تجمعهم على بعض هو ده العنوان بتاع الميموري بتاعتك. يبقى هتروح للميموري تجيب العنوان بتاعها، هتجيب عنوان الميموري ده منين؟ هو عباره عن البي اكس الكلام ده بلس الدي اي، هو ده الاوفس. خلي بالك هو ده مش عنوان، ده الاوفس. يعني الراجل ده اهو ده الاوفس، يعني مش معناها مش هو الفيزيكال ادرس مباشره، لا ده الاوفسيت داخل منطقه الداتا، لان انا بتعامل مع مين؟ مع داتا، صح كده؟
يعني باك اوبس داخل منطقه الداتا في ادا سي ولكن ده الداتا سيجمنت اهم، بمشي الاوبسيت بتاعي اللي هو كونت عباره عن البي اكس الكلام ده بلس الدي اي، هو ده الاوبسيت اللي ده المكان بتاعي في الدماغ كده. وصلت كده؟ يبقى المكان ده اوبسيت داخل منطقه مين؟ منطقه الداتا مش فيزيكال ادرس، ده اوبسيت ادرس. وصلت كده؟ والاوبسيت ادرس طالما انا بتعامل مع الداتا يبقى ده اوبسيت ادرس داخل منطقه مين؟ منطقه الداتا. يعني لو انا عايز اجيب العنوان بالظبط كفيزيكال ادرس هو عباره عن ايه؟ تروح للديتا سيجمنت تشوف هو فيها ديتا قد ايه؟ فيها قيمه كام؟ لان ده بيلاقي منطقه الديتا وتزود عليها مين؟ زيرو. تزود عليها زيرو ده صح كده؟ وبعد كده تبدا تجمع عليها بوينت الاوفست اللي هو عباره عن البي اكس وتجمع عليها الدي اي لان الاوفست هو عباره عن ده بلس ده، يبقى اللي هيطلع لك هنا هو ده الفيزيكال ادرس في الميموري بتاعك اللي هيتخزن فيه الديتا اللي محطوطه فين؟ الاي اكس. بس خلي بالك برضو هو الاي اكس ده حجمه قد ايه؟ 16 صح كده؟ يبقى ده 16 بت. طب انا اصلا عرض الميموري ليه حجمها قد ايه؟ 8 بت صح كده؟ يعني اللي عند العنوان اللي انت جبته ده هيتحط فيه قيمه الاي ام. الاي ام نفسه هو اللي هيتحط فيه. طب وبقيه الاي اكس؟ اصل الاي اكس ده عباره عن 16 هم 8 عباره عن الاي ام هنا والاي اتش هنا. 8 بت اللي في الاول اتحطوا عند العنوان ده بالظبط. طب وال 8 بت اللي في التانيين اتحطوا على العنوان اللي بعده، وصلت كده؟ عشان كده انا ممكن اجيب لك مساله زي دي وادي لك دي القيمه ودي القيمه وادي لك الداتا سيجمنت اصلا قيمتها كام كعنوان وادي لك القيم اللي متخزنه في الاي اكس واقول لك بقى هات لي الداتا اللي اتخزنت عند العنوان الفلاني اللي هو اقول حاسب لك ده والداتا اللي اتخزنت عند العنوان اللي بعده، وصلت كده؟ فوقتها يبقى اللي موجود في الاي ال هو اللي هيتخزن هنا واللي موجود في الاي اتش هو مين؟ هو اللي هيتخزن بعد كده. وصل كده؟ فيها مشكلة؟ يبقى دي كده البيس. كان ممكن يبقى العكس، بدل ما بعمل ده كده كان ممكن اعكسه اللي هو بالشكل ده كده. كان ممكن اقول لك نفس الكلام بيز واندكس، كان ممكن اقول لك موف واعكس دي، ايه مكان دي؟ يبقى الاي اكس دي هنا واقول له روح هات في البي اكس بس الكلام ده بلس سورس اندكس ده. مش ديستنيشن بالنسبه لي دلوقتي سورس. يبقى كان انا بروح لمكان الميموري ده. يبقى هجيب الداتا سيت واشفت او بمعنى اصح ده الاوفس داخل منطقه الداتا. وصل كده؟ واجيب الداتا اللي عند المكان ده بس الراجل ده كام بت؟ 16. يبقى انت هتجيب محتوى مكان واحد ولا المكان ده والمكان اللي بعده؟ مكان مين؟ المكان ده والمكان اللي بعده. المكان الاولاني وقتها انا ممكن اجيب لك ديكا سؤال واقول لك هات قيمه الاي اكس اصلا هو عباره عن ايه؟ وصل كده؟ نخزن فيها كام الاي اكس؟ يعني لو عرضت الداتا اللي موجوده في الاي اكس هيبقى فيها قيمه كام؟ يبقى المفروض اللي عندي المكان اللي عند العنوان ده هتحط في الاي ال واللي بعده هتحط فين؟ الاي اتش. ويبقى الاي اكس اللي جبت ان انا اجيبه كامل على بعضه. وصلت؟ يبقى دي كده الحاجات اللي شغاله فيز بلس اندكس عندي. تمام؟ كان تاني حاجة ممكن إن أنا أعمل ريجستر ريلاتيف أدرس. ريجستر ريلاتيف أدرس يعني معناها إن الأدرس بتاعك هو عبارة عن ريجستر وريلاتيف، يعني معناها إن أنا أقول لك كده أقول لك موف مثلا وأدي لك مثلا البي إكس بلس الخمسة وأقول لك والإي إكس بس. يعني هات من الداتا اللي موجوده في الاي اكس روح حطها في مكان الميموري ده، بس مكان الميموري ده عباره عن ريجستر مجموع عليه رقم، هو ده اللي بنسميه ريجستر ريلاتيف ادرس. وصل كده؟ يبقى كان الاوفس بتاعك هو قيمته 5 بلس مين؟ البي اكس، فده ينفع عادي مفيش اي مشكله، انا ما عنديش العنوان دايركت، انا العنوان عندي موجود في ريجستر وجمعت عليه كمان ديتا عليه. يبقى ده برضه ينفع، وينفع برضه مين؟ العكس بتاعك مفيش اي مشكله. فيها مشكله في الحاجات دي؟ كده حاجات الموف بتاعتنا. يبقى ده كل اللي يهمني في الموف، وعرفت خلاص ايه اللي ينفع في الموف، ولما اجي اعمل موف للديتا لازم لو انا ريجستر يبقى لازم الاثنين حجم نفس الحجم. لو انا من ديتا للريجستر فتحط في ريجستر هتاخد من ميموري ريجستر يبقى تشوف اصلا حجم الريجستر حجمه قد ايه عشان هتقدر تجيب قد ايه من الميموري لوكيشن واحد ولا اكتر من لوكيشن، والعكس
ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وهكذا في عمليات الموف. فهو شويه الموف يشوف حاجات غير الموف. نشوف مثلا ازاي لو انت عايز تعمل عشان تعمل اد هي ببساطه. لو انا قلت لك مثلا اد وقلت لك اكس هو يعني في حاجتين هنا هيتجمعوا على بعض. اد اكس وواي معناها ان انت هتجمع الاكس بلس الواي ويتحط في الاكس. يعني ده الديستنيشن بتاعك. يعني اجمع الرقم ده بلس الرقم ده والناتج يتحط في ده. عشان كده لازم ده ما يبقاش امديت ادرس. يعني ما يبقاش قيمه، ما يبقاش قيمه ريلاتيف. تمام؟ يبقى لازم ده يا اما ريجستر يا اما نوع عشان المكان هيتخزن فيه اصلا لان ده بيبقى الديستنيشن عندي. يعني ما ينفعش تقول لي مثلا تقول لي اد الاكس اكس وثلاثة ده تنفع، انما ما ينفعش تقول لي اد 3 واكس، 3 واكس ده ما ينفعش ليه؟ لان انا بجمع الرقم ده بلس الرقم ده والنادي اتحط هي فين؟ 3 هنا. فلازم يبقى يا اما ريجستر يا اما يبقى ميموري عندك، صح كده؟ يعني لازم يبقى في حاجه اصلا متخزن فيها. يبقى دي كده الصيغه بتاعتنا اللي هي الجنرال، ان انت بتجمع الرقم ده بلس الرقم ده والنادي اتحط فين؟ في الاكس. في الاكس، فالاولاني ده بيبقى هو الديستنيشن، هو ده اللي اتحط فيه الناتج بتاعي. وصل كده؟ عشان كده انا ممكن بقى اقول لك لو انا عايز اجمع بقى رقمين مثلا، الرقم الاولاني عباره عن سي 25 هكسادسيمال والرقم الثاني سي وليكن مثلا 3 اف هكسادسيمال، عايز اجمعهم الاثنين على بعض. عشان اجمع الاثنين على بعض قدامك حاجتين، هم دول كام بت؟ 20 كام بت دول؟ يا نهار اسود 8 مش دول هكسادسيمال؟ فالرقم ده بيبقى كام؟ باربعة صح؟ أنا عندي كام رقم؟ يبقى ده 8 بت صح؟ ده كام؟ 8 بت. الراجل ده ممكن يقول لي عشان أجمعهم على بعض كام مسافة؟ ما أنا ممكن أحط ده مثلا في الـ صح كده؟ وأحط ده في الـ بي وأجمعهم على بعض. وأجمع الـ A مع مين؟ مع الـ بي إل والناتج هسيبه في الـ A مثلا. وصلت؟ يعني الراجل ده ممكن يقول لما تعمل كده كلاموف في الاي ال وال 25 هيكس ديس حطيت ده في الاي ال وبعد كده كلاموف البي ال وال 3 اف هيكس ديس فيها مشكله؟ وبعد كده هبقى عملت مين؟ ايه ده؟ الاي ال والبي ال. يبقى انا عملت ايه؟ حطيت ده هنا وحطيت ده هنا وجمعت اللي موجود في الاي ال على اللي في البي ال والناتج اتحط في الاي ال. يعني الناتج الريزلت النهائي هيبقى محطوط فين؟ في الاي ال. فيها مشكله؟ فيها مشكله؟ الراجل ده هو قال لي لا انا ممكن اعملها بطريقه اسرع من كده. هو احنا كده خدنا كام عمر؟ ثلاثه. خدت استخدمنا كام ريجستر؟ اثنين. اثنين. الراجل ده قال لي طب انا ممكن استخدم ريجستر واحد بس. ممكن استخدم الايه؟ قول لي ازاي؟ قول لي طب انا احط ده في الايه؟ احط ده في الايه؟ الايه وال 25 هيكس ديس. طب وبعد كده؟ قال له ما تعمل اد على طول الايه وال 3 اف على طول. ايه المشكله؟ حطيت ده في الايه وبعد كده قلت له مين؟ اد اجمع. اجمع مين؟ اللي في الايه اللي هو ده يجمع على مين؟ على ال 3 اف والناتج اتحط في الايه. يبقى هنا عملتها في امرين بس، استخدمت ريجستر واحد بس. هنا برضه صح بس استخدمت كام ريجستر؟ اثنين ريجستر وزودت في عدد الاوامر بتاعتك. فدي صح ودي صح بس دي اوبتمايزد شويه. وصل كده؟ معايا؟ يبقى ينفع ان انا احط ده في ريجستر واجمعه على ده مباشره والنتيجه يتحط في نفس الريجستر، ما عندكش اي مشكله. عايز تنقل الداتا دي بقى بعد كده اللي موجوده في ايه اللي تحطها بقى تخزنها في ميموري تعمل فيها اي حاجه، يبقى انا عندي الناتج النهائي في ايه ده اقدر اعمل فيه اي حاجه. وصل؟ اللي يحصل على الاد يحصل على الصفر. هو نفس الكلام، فهي هي في الاول وصل الاكس والواي يبقى برضه نفس الكلام، كاني باخد الاكس ماينس الواي والناتج يتحط فين؟ يتحط في الاكس. فلو انا عايز افتح الراجل ده ناقص الراجل ده يبقى احط ده في الاي ال
وممكن احط ده في البيهل برضو بدل ما اقول له كده اقول له مين؟ صب. وصل كده؟ او تعملها بالطريقه دي، حط الراجل ده في الام وصب مع مين؟ مع النافذ الام. فيها مشكله؟ تمام؟ فالان دي هي نفسها مين؟ دي هي صب. لو ما كانش بواحد
وكان بيسيبه، يبقى الناتج بتاعي كان نط، وخد الدوس كومبلمنت اللي موجود ده واعرف ان الاشاره بتاعتك اشاره مين؟ اشاره ليه. وصل كده فيها مشكله؟ الحاجات اللي انا بشوفها، يبقى الكاري وظيفته ان انا اي عمليات وعايز اتشيك على الكاري برجع للكاري فلاج، لان الكاري بتخزن فيه الفلاج بتاع الكاري ده. طيب بعد كده بعد الكاري فلاج خدهم بالترتيب كده، في عند البلد والبارتي بنسميها بي اف، ده عباره عن البارتي فلاج بتاعك. والبارتي فلاج ده هو عباره عن هي لو واحد لزيرو، واحد ده معناها يعني لو البارتي كان بواحد اللي هي الفلاج بتاعت البارتي دي لو كانت بواحد معناها ان النمبر بتاعت الوانت كانت ايفن نمبر. عدد الوحايد في الديتا بتاعتك كان مين؟ كانت زوج. عدد الوحايد اللي موجوده في الديتا كانت زوج، يبقى معناها ان البارتي بتاعتك كانت بكام؟ واحد. ولو كان زيرو معناها ان عدد الوحايد بتاعتك كانت عباره عن مين؟ كان بيكون. وصل كده؟ يبقى ده البارتي بتاعتي. طيب في بعد كده الاوكسلري، والاوكسلري بتاعك بنسميها عباره عن الاي اف، ده بنسميها الاوكسلري فلاج، يبقى ده الاوكسلري فلاج. الاوكسلري فلاج هو زي الكاري بالظبط، بس مش الكاري النهائي، لا ده الكاري بعد جمع مين؟ اول اربع بت على اربع بت. يعني وانا كنت بجمع الارقام اللي هنا كان 4 بت و4 بت بالشكل ده كده اهو، الكاري اللي بيطلع نتيجه الرقم ده اهو بلس الرقم ده اهو كاري بيجي هنا اما واحد او اما مين او اما زيرو، هو ده بنسميه الاوكسلري بتاعي. وصل كده؟ يبقى ده الاوكسلري بتاعي. الاوكسلري هو عباره عن الكاري اللي ناتج نتيجه جمع مين؟ الاربع بت الاولانيين بلس الاربع بت، هو الكاري اللي متحول على البيتس اللي بعد كده. وصل كده؟ يبقى ده الاوكسلري. طيب بعد كده في عندي اللي هو الزيرو، والزيرو معناها بنسميها عباره عن زد اف، ده زيرو فلاج، ده زد اف بتاعتي، ده البت بتاعتي بنسميها زد اف. زد اف دي لو كانت واحد معناها ان ناتج العمليه اللي كانت حاصله كانت بكام؟ كانت بزيرو. يعني ممكن انا دلوقتي عايز عندي اثنين ريجستر، واثنين ريجستر انا عايز اشوفهم الاثنين ايكوال بعض ولا لا، عشان اعمل اشوف الاثنين ايكوال بعض ولا لا اطرحهم من بعض. لو انا طرحتهم من بعض والزيرو فلاج ده ادى واحد معناها ان ناتج العمليه اللي قبل كانت قيمتها كام؟ قيمتها بزيرو، صح كده؟ قيمتها بزيرو يعني معناها ان الريجستر الاولاني كان بيساوي مين؟ الريجستر الثاني، فيبقى عن طريق الزد فلاج عرفت ان الريجستر ده ايكوال الريجستر ده. طب لو ما كانش اصلا طلع اصلا الناتج بصفر يبقى معناها ان الزد اف ده هيبقى قيمته بكام؟ قيمته بصفر، يعني ما حصلش زيرو، وبالتالي يبقى اكيد انا هعرف انديكيشن مباشره ان الريجستر ده ما كانش ايكوال الريجستر ده. وصل كده؟ يبقى بيدي لك انديكيشن على العمليه اللي حصلت قبل ما تتشيك عليه، اخر عمليه تمت قبل ما تعمل تشيك عليه يشوفها لك هل الناتج بتاعها كان بزيرو؟ لو كان بزيرو فتلاقي الزد اف بيدي لك مين؟ بيدي لك واحد ان حصل زيرو، حصل ناتج العمليه بزيرو. وقتها تتشيك بقى ان انت لما حصل زيرو ده معناها ايه اللي انت عملته؟ وصل كده؟ ولو كان بصفر معناها ان هو اصلا الناتج بتاعك ما كانش بكام؟ ما كانش بزيرو. وصل كده؟ يبقى ده اللي هو عباره عن الزيرو فلاج. في عندي بعد كده الساين فلاج. والساين فلاج ده هو عباره عن بيحدد لك اذا كان الرقم ده نيجاتيف ولا بوزيتيف، بس ما بيشتغلش غير مع الساين نمبر، كل شغله مع الساين نمبر لان هو اصلا ساين فلاج، يعني بيقول لك الرقم ده موجب ولا سالب. وعشان اعرف اذا كان الرقم ده موجب ولا سالب فببص على اخر بت في الرقم، اخر بت هنا. لا اما يبقى بواحد يا اما يبقى بكام؟ يا اما يبقى بزيرو، واحد ده معناه ان هو نيجاتيف، رقم نيجاتيف، زيرو معناه ان هو رقم مين؟ رقم بوزيتيف. وصل كده؟ فالساين ده اللي بيقول لك اذا كان الرقم ده نيجاتيف ولا اذا كان الرقم ده مين؟ بوزيتيف. وصل كده؟ وبالتالي فهو بيتعامل مع ارقام ساين نمبر وليس انساين نمبر. لان الارقام الانساين نمبر معناها ارقام موجبه كلها، مفيش عند حاجه اسمها موجب وسالب، هي اصلا موجبه. انما ساين نمبر يبقى في عندي رقم بيبقى فيه ارقام موجبه وفي ارقام سالبه. وصل كده؟ يبقى دي اللي هو ساين نمبر. في بعد كده بقى حاجه اسمها الانتربت فلاج، فده الانتربت فلاج ده اللي هو بيبدا يعمل انيبل للانتربت ويعمل ديسيبل للانتربت. لو واحد معناها ان هو بيعمل الانتربت فلاج بتاعك ان الانتربت اشتغل معناها ان هو الانتربت بتاعك انيبل،
ولو كان بزيرو معناه ان هو مين؟ هو بزيرو. وصل كده؟ فاهموا الشغل؟ يبقى دي كده اللي هي الحاجات اللي موجوده عندنا كفلاكس عليها. هنبدا مثلا مثال. طبعا في اوفر فلو الاول عشان ده مهم كمان. الاوفر فلو ده بنرمز له كده اوفر فلو فيريك هو بنسميه او اف عندي. الاوفر فلو ده هو عباره عن ما بعملش تشيك على الاوفر فلو غير مع الارقام الساين نمبر. مع ارقام مين؟ ساين نمبر، لان هو اصلا معناه ان حسب اوفر فلو معناه ان حسب ايه؟ ان مثلا عندي رقمين موجبين مثلا لما جمعتهم على بعض لقيت رقم سالب. يعني الناتج بتاعهم بقى رقم سالب او العكس رقمين سالبين وانا بعمل عمليه جمع. فرقم سالب بلس رقم سالب لقيت الناتج العملي رقم مين؟ رقم موجب، لان اللي بيحدد لك الرقم موجب ولا سالب اخر بت، صح كده؟ فممكن اخر بت دي تبقى اصلا متجمعه اللي هو رقم سالب. وصلت؟ فده الاوفر فلو بيحصل هنا، ان انا ممكن عندي مثلا رقمين شبهها كده على كده، وبالتالي فانا ما بتشكش على الاوفر فلو غير لو انا شغال على ارقام ساين نمبر، ارقام اصلا مين؟ ينفع موجب وينفع سالب، وصل كده؟ يعني هقول لك مثلا رقم زي ده كده. حاجة شبه كده. اجمع الرقم ده موجب الأول ولا سالب؟ موجب. ده موجب صح؟ والرقم ده موجب. تعالى اجمعهم كده على بعض. اجمع عمليه جاب بس. ده بلس ده ده زيرو. 1 1 1 ده 1 1 1 0 1 1 ومعايا 1 وبقى 1. وصل كده؟ مفيش كده. ايه اللي حصل؟ الرقم ده بقى مين؟ مين ده؟ بقى نيجاتيف. وده مين؟ بوست. وده بوست. فبوست بلس بوست طلع مين؟ يبقى في اوفر فلو. وصل كده؟ يبقى حصل عندي مين؟ اوفر فلو بالنسبه لي. فيها مشكلة؟ أعرفها بقى منين؟ هو بيتشكيها إزاي أصلاً؟ يعني هو بيعرفها إزاي؟ بيعرفها عن طريق إن هو بيعمل إكس أور ما بين الكاري اللي هو الأخير اللي هو بنسميه سي إن بلس واي والكاري اللي هو السي إن. يعمل إكس أور ما بين الكاري هو كان فيه كاري؟ زيرو. كان الكاري بزيرو، صح كده؟ فبياخد الكاري الأخير أهو ده والكاري اللي قبله اللي هو ده ويعمل إكس أور. وطلع الناتج بتاعها. لو طبعا الاكسور بتطلع واحد، لو الاثنين مختلفين هتطلع واحد، ولو متشابهين هتطلع صفر. فهي الاثنين مختلفين يبقى هتطلع كام؟ يعني معناها بقول لك حصل اوفر فلو. يبقى معناها ان انت عندك مشكله، اما كنت بتجمع رقمين موجبين فالناتج طلع سالب، او بتجمع رقمين سالبين فالناتج طلع مين؟ وصلت؟ فدي بستخدمها، بس امتى استخدمها؟ في الارقام الساين نمبر، لان لو الرقم ده انساين نمبر هو اصلا ما فيش حاجه اسمها موجب وحاجه اسمها سالب اصلا. وصل كده؟ ما ببصش اصلا على اخر بيت لان ما عنديش حاجه اسمها موجب وحاجه اسمها سالب، هو اوريدي اصلا كلهم موجبين، فما بقولش ان الرقم ده موجب ولا الرقم ده سالب. وصلت؟ هيبقى ده الكونفرت فلو بتاعك. شوف لي الفلاج ريجسترز والحاجات بتاعت الفلاجز للاوامر اللي هي الامر ده كان بيعمل كده، كان بيقول ريموف بي اتش كاري هجمع رقمين.
يبقى الاول انفذ العمليه. هو بيقول لك اكتب فلاجز بعد تنفيذ العمليه دي. نفذت العمليه دي للستيتس بتاع الفلاج. هو عمل ايه؟ موف الرقم ده حطه هنا صح في الريجستر اسمه بي اتش صح؟ ده اللي هو الجزء الثاني بتاع البي اكس، ان البي اكس بيبقى بي ام وبي اتش. وخلي اللي موجود في بي اتش ده مين؟ 38 راح على ايه؟ اجمع اد على الاثنين. يبقى العمليه دي كلها اصلا بيعمل بيجمع الرقم ده بلس الرقم ده صح كده؟ ده هيكس ديسك انا لازم احوله للباينري عشان اقدر اطلع مين الفراكس دي كلها. ف 38 دي لما احولها للباينري كل واحده فيهم تتفك في 4 بت. ده هيكس ديسك كل واحده فيهم تتفك في 4 بت. يعني حتى لو كان دي زيرو يبقى يتحول في الباينري بكام زيرو؟ لاربع اصفار وصل كده؟ فال 8 8 بتاعتي هي بالشكل ده كده. ده ال 8 صح كده؟ مش 8 ولا مش هي؟ والثلاثة وصفرين، ثلاثة وصفرين، فاهم مشكلة؟ هجمعه بلس الرقم ده، يبقى بلس الاف هي أربعة واحد، والاثنين هي عبارة عن زيرو واحد وثلاثة وصفرين الباقيين، لأن الريجستر ده حجمه كام بت؟ 8، يبقى أنت لازم 8 بت. أنت عارف لو كنت بحط ده في بي إكس في البي إكس نفسه يبقى هشتغل على مين؟ على 16 بت. وصل كده؟ لان انا ممكن اديلك امر نيجاتيف على البي اكس نفسه. وصل كده؟ فوقتها لازم اتعامل مع مين؟ مع ريجستر يعني ابص ده 8 بت الديتا بتاعتي بتتفك في 8 بت. وصل؟ حتى لو كان ده زيرو يبقى لازم تحط له 4 اصفار كمان. وصل كده؟ طيب واعمل العمليه هو كان عمليه اد فهعمل عمليه الراجل ده بلس الراجل ده فهو 1 وده 1 وده 1 وده وجاي يديلك كام؟ زيرو ومعايا 1 وبعد كده زيرو زيرو ومعايا 1 1 ومعايا 1 وبعد كده 1 زيرو 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 بيديلك زيرو. فاهم مشكله؟ واجي ابص الكاري في كاري ظهر اصلا هو اصلا هنا كان ما كانش فيه اصلا كاري هنا وبالتالي ما كانش فيه كاري هنا يبقى الكاري اصلا بكام؟ بزيرو يبقى ده بزيرو. طب الاوكسلري فلاج فين الاوكسلري؟ اللي هو بعد ما بجمع 4 بت ب 4 بت هو اللي بيترحل على 4 بت اللي هنا ده زيرو ولا 1؟ 1 يبقى الاوكسلري 1. طب الاوفر فلو حاجه من الاثنين بتبص ده موجب وده موجب وده موجب او تاخد الاثنين دول وتدخلهم على اكس و مش كده؟ وتطلع الامر متشابهين يبقى زيرو او هو ده موجب وده موجب الرقم اصلا طلع مين؟ طلع موجب مش نفسه. الزيرو زيرو فلاج هل ده زيرو فلاج؟ يبقى ده يديلك كام؟ يديلك صفر. اصل لو كان الداتا كله بزيرو هتلاقي الزيرو ده بيديلك كام؟ واحد. يديلك واحد. البلكي عدد الوحايد هنا اوض ولا ايفن؟ لو كان ايفن يبقى بواحد لو كان اوض يبقى كام؟ يبقى زيرو. عدد الوحايد في الناتج بتاعك اوض صح كده؟ يبقى انا هنا يبقى البي اف يبقى كام؟ بزيرو. لانها لو كانت ايفن كانت البي اف هتبقى كام؟ واحد اللي هو البلكي بتاعك. ويبقى ده الحاجات دي. فانا ممكن اجيب لك عمليه زي دي افضل لك سي اف هي بزيرو ولا بواحد الاوكسيلر بزيرو ولا بواحد مش عارف ايه الحاجات اللي هي موجوده دي. ده مشكله؟ طب الساين في الكلام مره عشان نسالك بوزيتيف بوزيتيف لو كان زيرو ولا واحد؟ كان زيرو اه يبقى زيرو عشان هو اصلا زيرو. وصلت؟ ازود 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 وهكذا بس
ازود دي ما بحبهاش، او هي اصلا مش لوجيك. يعني مين اللي عندنا اصلا بيشتغل كاونتر في الريجسترز؟ في ريجستر كده قلنا عليه الراجل ده بتاع كاونتر اصلا، حتى اسمه اصلا كاونتر ده بدا بحرف ايه؟ سي. يبقى سي اكس، سي اكس، سي اكس هو ده الكاونتر ريجستر. وصلت؟ جينا نشرح في الكاونتر ريجستر، خلي بالك ان ده بيشتغل كاونتر. انا عيبته بعد كده كاونتر. كاونتر ريجستر يبقى هو شغال على الداتا. هو ده اللي بيعد على اي حاجه. بس انا دلوقتي انا عايز اعمل مثلا اي حاجه تعد، مثلا عايز اعد اليوزرز مثلا، او عايز اعد عدد الناس اللي سجلوا مثلا، او عايز اعد خمس منتجات وبعد كده اعمل اكشن معين، فسنسور اعد واحد اثنين ثلاثه لحد ما يوصل لخمسه خلاص خلصت الحاجه. او انا وانت بتسجل مثلا فانا عامل محاضره سي وليكن 60 طالب، والمفروض انت لما بتيجي تسجل بيعد معاك واحد اثنين ثلاثه لحد ما يوصل لكام؟ ل 60. خلاص خلصت ال 60 خلصت، المفروض مين؟ ما عادش فيه اماكن، فيقفل المكان اللي اصلا ما عادش فيه مكان الناس تسجل في المحاضره دي. صح كده؟ وات ايفر بقى، المهم ان انا عايز اعد لحد مين؟ رقم معين. لما نيجي نشوف فزي انا عايز اعد مثلا لحد 10، فانا عشان اوصل ل 10 يبقى انا محتاج اتشيك هي وصلت ل 10 ولا لا، صح كده؟ طب انا لما انزل كده بالماشين لانجوج طب اعرف منين هي وصلت ل 10 ولا لا؟ شرط يعرف ازاي؟ شرط ما بنعرفهاش او ما بتستخدمش كده. امال ايه؟ قال لي طب ما انت عايز توصل ل 10، طب ما تحط ال 10 دي في السي اكس واعمل ديكريمنت للسي اكس لحد ما يوصل لزيرو، وانت وقتها تقدر تتشك على انه وصل لزيرو ولا ما وصلش لزيرو، طول ما هو شغال اوصل لزيرو ولا ما وصلش لزيرو، وصل كده؟ وبالتالي فانا اسهل حاجه ليا ان انا اتشك على الزيرو، ما تشكش على مين؟ على رقم. يبقى حط الرقم انت عايزه يعد 10 يكاونت 10، خلاص حط ال 10 ده فيه ويبدا يعد 10 ساعتها ازاي؟ 10 9 8 وانت ماشي كده لحد ما يوصل لزيرو، وصل لزيرو ما هو معناه ان هو كان عدى 10. عشان كده او بمعنى اصح انا ممكن اعملها ب 10 برضه، بس وقتها عشان اعمل انستراكشن يوصل ل 10 فاضطر اعمل كومبير، والكومبير بيبقى انستراكشن تقيل شويه اللي هو بيقارن ما بين كونت ريجستر ده وكونت ريجستر ده او القيمه دي والقيمه دي، فانا عايز اعمل كومبير، اعمل كومبير ما بين قيمه السي اكس وما بين ال 10 اللي انا وصلت لها، فهذه هات القيمه اللي هنا تعمل نفس، فبياخد في العمليه نفسها في الانستراكشن نفسه بياخد وقت اكتر، فالبروسيسنج بتاعتي بتبقى كده شويه. انما سهل عليا ان انا اعمل مين؟ احط ال 10 في قلب السي اكس وانزل بالسي اكس، وصل كده؟ وكل اللي عليا هتشك انت وصلت لزيرو ولا ما وصلتش لزيرو، انت ايكوال زيرو ولا لا، وصل كده؟ فعشان كده في عندنا حاجه اسمها جام اللي هو الموجود عندك كده اسمه جام اف نو زيرو، يعمل جام اف نو زيرو. يبقى دي كده اختصار كلمه جام اف نو زيرو. مين اللي نوت زيرو؟ السي اكس. يعني بيقول له جام لمكان معين، هكتبه هنا ليبل معين اف نوت زيرو. مين اللي نوت زيرو؟ اف السي اكس نوت زيرو اللي هو الكاونتر بتاعي، لان اللي شغال كاونتر عندي هو السي اكس. يبقى في عندي امر اسمه جامب اف نوت زيرو، بس مين اللي اف نوت زيرو؟ الكاونتر اللي هو مين؟ اللي هو السي اكس بتاعي. وبالتالي فانا ممكن ادي ست كده واقول لك مثلا ادي كلمه ادي اجين مثلا هنا كده، ده ليبل بالنسبه لي، هعمله ليبل بالنسبه لي، واقول لك ديكريمنت للسي اكس، يعمل ديكريمنت للسي اكس وجامب اف نوت زيرو لاجين. وفي امر بعد كده اللي هو موف الاي اكس مثلا والبي اكس مثلا اي حاجه. الراجل ده ريجستر السي اكس ده كان بيتحط فيه اي ديتا مثلا، وليكن قبل القصه دي كده كان موف السي اكس مثلا ممكن مثلا وليكن 14 اكس مثلا او 140 اكس مثلا، رقم بالشكل ده اي رقم.
وتفضل تحط فيها اي قيمه 5 10 اي رقم. فتحط في القيمه دي نزل قال له مين؟ ديكريمنت نقص السي اكس بمقدار كام؟ 1. قال له جامب اف نوت زيرو للليبل ده، يعني روح لاجين لو كان السي اكس نوت زيرو. يعني طول ما السي اكس بتاعتك ما بيساويش الزيرو فانت قاعد بتعمل العمليه دي كذا مره. صح كده؟ لاي عمليه عايز بقى انت تقعد تكررها تحطها هنا. اللي هو بنزل اقلل في الكاونتر، صح كده؟ اعمل العمليه اللي كده عملتها اول مره، انا عايز اعملها عدد مرات، عايز اعملها كام مره؟ 140 هكساديسيمال مره. اصل ده هكساديسيمال، صح كده؟ فانت حسبها 140 هكساديسيمال ده يعني كام هكساديسيمال؟ يبقى دي عدد العمليات اللي هتتعمل. يبقى العمليه دي هتنفذ عددها 140 هكساديسيمال مره، صح كده؟ فكل كل مره ينقص السي اكس ويتاكد هل انت وصلت للزيرو، يقول له لا انا نوت زيرو، نوت زيرو يبقى رايح لمين؟ لاجين. فمش هينزل ينفذ العمليه دي غير لما السي اكس يوصل لكام؟ لزيرو. يبقى مش هينزل هنا غير لما يخلص دي عدد مين؟ عدد اللي انت حطيته في قلب السي اكس. وبالتالي فهو ده الفور لوب اللي انت بتعمله في البروجرامنج العادي. وصل كده؟ فانت الفور لوب بتمشيه من اول انيشال لحد الفاينل بتاعتك بستيب معينه عدد كام مره، دي اللي بيحصل، فهي دي الفور لوب اللي بيحصل. ان انا عندي الاند بتاعتي اللي اتحط هنا اهي، والراجل يفضل قاعد مين؟ قاعد شغال في العمليه لحد ما السي اكس يوصل لكام؟ يوصل لزيرو. وصل كده؟ ففي عندي امر اللي هو جامب اف نوت زيرو. مين بقى اللي اف نوت زيرو؟ هو مين؟ الكاونتر اللي اسمه سي اكس. وصل كده؟ يبقى دي بستخدمها لو انا عايز اي كود عندي يتكرر كذا مره، حط في السي اكس، اعمل له ديكريمنت، اتاكد بقى ان هو خليه يفضل يروح للعمليه اكتر من مره طول ما السي اكس بتاعك ما وصلش لكام؟ ما وصلش لزيرو. وصلت؟ فاهم؟ يبقى دي جامب اف نوت زيرو. طبعا زي ما كان في جامب اف نوت زيرو في اللي هو الجامب العاديه. الجامب العاديه اختصار جي ان بي، تمام؟ واديله الليبل اللي هو الجيم، فده بيروح اول ما ينزل ده يبقى قاطع يبقى قاطع يبقى قاطع وهكذا بالشكل كده. من غير شرط؟ من غير اي شرط. مفيش اي شرط. طيب في كومبير ده هنخلي الكومبير كله مره جايه على بعضه عشان يبقى كامل عشان الجامب ده هيخش معانا كتير. اصل كفايه النهارده والكومبير ناخده على بعضه مره.